اللي كاين في لاك دو موند. كنت على الحق مع فرنسا. كنت مع ما كاش الجزائر، كنت مع فرنسا. يعطيك الصحه، شكرا الشاب بلال على الصراحه. بلال الشاب الجزائري بلال، للاسف لطالما يعني شجعه اجيال من المغاربه وكنا نعتبره مغربي. والله العظيم انا كنت حاسب مغربي قاعد الشاب بلال. يا الله، ودابا يعني فاجانا بهذا التصريح، صدمنا بهذا التصريح. ما عرفتش بعد انا الصحفي علاش كتسولو، المونديال داز عليه 6 شهور كتسولو يعني لمن كنتي كتشجع في المونديال ديال قطر؟ قال لا نقول لك الحقيقه، فرنسا. شنو عطاتك فرنسا؟ المغرب هو اللي عطاك يعني خير كتافك، او كما كيقولوا يعني داك الكتاف عندك يعني مربيين بالخيرات ديال المغرب، لان انت دائما في المغرب، في جميع السهرات في جميع المدن المغربيه دائما كاين الشاب بلال، دائما كاين الشاب بلال، والفنانه المغاربه يعني كلهم كيهضروا فيك يعني بخير. شنو غادي تزيدك فرنسا؟ ما عارفينك حتى هاد الفرنسيين واش دويتي عليهم ولا لا. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الفيديو ديال الشاب بلال او هاد التصريح ديال الشاب بلال غادي يجرني باش نهضر على بزاف ديال الفيديوهات، واحد الهجوم يعني اش غادي نقول لكم ديال الاعلام الرسمي الجزائري، وكاله الانباء الجزائريه، يعني كاين واحد الحمله يعني عدائيه ضد المغرب، ما عرفتش علاش. Sexto, Andrei Azulay trata de sabotear el reino y unirlo a la entidad sionista con el plan de Azulay. L'attaque de la PLS poursuit toujours contre les positions de l'occupant qui subissent d'importantes pertes humaines et matérielles le long de ce marocain qui au Maroc des enseignants contractuels ont été condamnés à des peines de prison pour... au Maroc des to Morocco now where the prominent feature of 2022 was under Et au bilan de l'année écoulée au Maroc, le Marzen a fait face en 2022 à l'une des plus importantes pertes. Le Maroc a connu en 2022 la pire crise de son histoire, avec une crise qui dure toutefois depuis des décennies et qui a fini par ébranler la rue, incapable de prendre en charge les revendications. La situation du pays est explosive, au plan international. Le réseau de corruption dirigé par le Maroc au Parlement. In Morocco, the Morocco Gate scandal continues. Still in Morocco, after the protests carried. The year 2022 hasn't been easy for the Marzen regime. In 2023. Et au Maroc, les... Pour masquer l'incompétence à tous les niveaux du Marzen, qui fait face depuis plusieurs mois à des mouvements de protestation sans précédent. Les unités de l'armée populaire de libération. هادشي اللي غادي تشوفوا معايا في هاد الفيديو راه بزاف اخوتي. وكالة الانباء الجزائرية، اعلام رسمي الجزائري، كيشن واحد الهجوم لا مثيل له على المغرب. كنتمنى تشوفوا حتى الاخر، تعطيونا الاراء ديالكم، وعندي تحدي للاخوان الجزائريين. دوليا لا يزال نظام المخزن ماض في مراوغاته، لن يقبل ابدا بتقسيم اراضيها. ان مملكه الشر هذه التي توجد على حافه الهاويه تحاول صرف انظار الراي العام عما يجري باراضيها من انتهاكات لحقوق الانسان وفقر وسوء تغذيه وعبوديه واتجار بالبشر. وباختصار، لن يتمكن النظام المغربي من الخروج من هذه الورطة لأنه فشل سياسيا ولم يعد بمقدوره إحداث القطيعة مع نظام ملكي بقي عالقا في زمن القرون الوسطى. وعلى الصعيد المالي فالأمور لا تنبئ بالخير لمغرب مثقل بالديون وتحت مراقبة المؤسسات المالية الدولية، وهو حاليا غير بعيد عن الإفلاس. لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. لقد دقت ساعة الحساب بالنسبة لنظام المخزن الذي جعل من المغرب دولة منبوذة وأكبر راع للرشوة في إفريقيا، بلد حل فيه الفساد محل الدبلوماسية. يعني هاد الناس اللي كيتغناو انهم ضد المستعمر ودائما هما مع حق الشعوب وهذا وهذا، البارح نزلت واحد الفيديو على سبتهم ليليا، لقيت بعدا تعاليق من اخوان جزائريين كيتشفاو بزاف، وما بقيتش انت مع القضيه الصحراويه مع القضيه الفلسطينيه، ايوا القضيه المغربيه كيفاش؟ ما عرفتش انا نخلص، ما عرفتش شنو نخلص، نعرف يعني لماذا الجزائر تكن هذا العداء للمغرب وللشعب المغربي. وخارجين بميكروات كيسولوا الناس، والناس كنضامنوا مع الشعب المغربي كيعيش الفقر. الشعب ديالهم راهو انا نساندوهم، الشعب الجزائري ساند الشعب المغربي في هاد المحنه ديالهم، ونقول لهم عندكم الحق، ما بقاش الوقت، كفانا 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 حقره، كفانا حقره،
ما راناش ما مازلناش في وقت العبوديه، كفانا منزلكم تبوسوا اليد، نوضوا لازم تفيقوا لروحكم، ماشي هو اللي راح غدوه من غدوه يغنيكم ولا يدخلكم للجنه، هو حكايته راح. واحد القناه الجزائريه مشات بعيد ويعني وكتتهم الشعب المغربي يعني بالظهاره دوله الحشيش، اش هذا الشيء؟ المهم اخوتي هذه كمقدمه، خليكم مع فيديوهات نتوما غادي تشوفوا، ونتحداكم تجيبوا لي شي فيديو ديال الاعلام المغربي الرسمي كيهضر على الجزائر بهذا الشكل. هاد الضوء وانا صايب والله حتى نسد هذه القناه، خلينا من القنوات ديال اليوتيوب والباجات ولا بن سديره ولا بونيف ولا شي واحد مغربي ولا هذا نو، قال الاعلام الرسمي، لان غادي نجيب لك الاعلام الجزائري بجميع اللغات، بالانجليزيه بالاسبانيه بالفرنسيه بالعربيه، يعني كل شيء، المروك المغرب المرويكوس، كل شيء كيهضر عليه. انتم غادي تسمعوا معايا، والملك ديال المغرب بعد الملوك ديال المغرب، اسمع شنو كيقول. ابدا بهذا الشيخ الجزائري بعد هذا اللي كيقول الحق، يعني الله يعطيه الصحه على هذا الكلام. سمعوا شنو كيقول وغادي نجيب لكم الدليل. اسمع شنو كيقول الملك المغربي ايام الاستعمار، طلب من الشعب المغربي ان يصوم من الاثنين والخميس ويدعو الله بعد الصلاه لاستقلال الجزائر. كيقول ملك المغرب محمد الخامس المغفور له محمد الخامس، يعني كان كيقول الشعب المغربي يدعي ويصلي من اجل استقلال ديال الجزائر. واملنا ان يعم السلم سائر البشر، وأن يشعر جميع سكان المعمور على السواء بالطمانينة والأمن، بيد أن مما يؤسف له أن هناك أقطارا لا يسود فيها السلم والأمن، ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. نهار اللي المغرب خد الاستقلال ديالو ياك، ولكن هذا لا الإعلام ولا يعني نسبة كبيرة يعني من الشعب كلها كتكن واحد العداء يعني الملوك المغرب. والحسن الثاني عفوا محمد السادس حتى هو في الخطاب ديالو قال انه يعني كيرفض ان شي مغربي يطاول على الجزائر ويتعاقب اذا طاول على الجزائر. راه هاد الخطابات راه كاينين، راه مسجلين. اسمع الخطاب ديال محمد السادس. الجزائريين الذين نؤكد لهم بانهم سيجدون دائما المغرب والمغاربه الى جانبهم في كل الظروف والاحوال. اما فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وإنما يقال من عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. ولكن كتشوف الإعلام الجزائري يعني تطاول حتى على المغاربة، حتى على المغاربة تطاول عليه، يعني الدعارة والحشيش وهذا يتهمون الشعب المغربي. علاش هذا التطاول؟ علاش هذا العداء؟ علاش؟ لماذا تكنون هذا العداء؟ ونحن مسلمون. ولكن تحداك أنا قلت لك تشوف الإعلام الرسمي أو شي مسؤول يعني مغربي كيهضر بهذه الطريقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في عوض نكونوا حنا كعرب ومسلمين وجيران وهذا نكونوا عرفتي حنا اذا كنا متحدين وهذا، ولكن كاين اللي من وراء هذا الشيء هذا. ما تقوليش التطبيع وهذا، لان هذا الشيء هذا ماجي من الجزائر، ماشي من الجزائر صراحه. وراه كل شيء باين، كاين فيديوهات المجاعه وهذا، يعني الشعب الجزائر يعني دارها راسها يعني كتفكر في الشعب المغربي، يعني كتحب الشعب المغربي وكتفكر له في المصلحه ديالو اكثر من اللي كتفكر في المصلحه ديال الشعب الجزائري. عندي فيديوهات بالعشرات بالمئات بالالاف ديال طوابير طويله، والله العظيم بالله التليفون عامر ها، وما نقدرش باش نوريك، ها نقدرش انا نشارك هاد الفيديوهات. شوف معايا فيديوهات مملوء التليفون عندي بالفيديوهات ديال الطوابير وديال المجاعة وديال واش انا نهضر عليهم. شكون انا؟ شكون عطاني الحق انا باش نهضر على دولة اخرى وشو المشاكل ديال دولة اخرى؟ وانا عندي المشاكل في بلادي،
علاش تدخل لي انت مدخل لي في القضيه الصحراويه باغي تقسم لي بلادي مدخل لي في كل شيء علاش؟ انا قلت لكم نخلص انا العمر ديالي نخلصو ونعرف بعدا السبب علاش ما عرفتش. وسمعوا معايا الفيديوهات كثيرة، فيديوهات كلشي للمغرب، المغرب 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 بجميع اللغات كلشي مقابل المغرب. اعلام الرسمي كنهضر، كنهضرش انا على القنوات ولا على الباجات. المهم باش نرتب هذا الشيء راه نخليكم تسمعوا الفيديو، تسمعوا الفيديوهات يعني او لا بلاش اش غنسمعكم في هذا الشيء. انا والله بالله ما فهمت. وانا قلت لكم انا اللي جعلني نهضر على هذا الشيء وهو فيديو كنهضر على مياره هضر وزيره الدفاع جاوباتو انت اش دخلك داخل تكتب لي تما وكتشفى مروك نحن نكره المغرب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا قلت لكم يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى. والسيد عطينا الميكرو حنا مع الشعب المغربي كيبوس اليدين كيبوس واش ما شكونش كاع عليك نبوس انا اليدين ولا نبوس الرجلين ولا شكون تشكى عليك؟ شكون تشكى عليك؟ خصكم تنوضوا داكشي اللي خصكم تنوضوا الروينه في البلاد خصكم تنوضوا خصكم تنوضوا باغيين ترونوا لنا بلادنا لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي ما نقول اخوتي تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.